كشباب منطقه احنا داعمين المشروعه ودائما احنا وياه. يعني اكو تغيير، لاحظتوا تغيير بعد الانتخابات الى الان؟ شلون ماكو تغيير؟ هو الاصلاح لرئاسه البرلمان ورئاسه مناطقنا الاعمار، وكانت مناطقنا تعاني من كل شيء تعاني. ولو ما رئاسة البرلمان المتمثلة بالرئيس محمد الحلبوسي، فهاي شوف هسه الشباب كلها جنود الرئيس محمد الحلبوسي. هذا الموقف المهيب من حضور الأعداد الكبيرة من الناس ومن الشباب ومن شيوخ العشائر ومن علماء الدين له الأثر في نفوسنا جميعا، وهو يدعونا جميعا إلى وحدة الصف والتكاتف فيما بيننا. وكذلك من أقام هذا الحفل وهذا الاجتماع المبارك وهو الأستاذ محمد الحلبوسي جزاه الله خير الجزاء، كان السبب في إعلان وحدة الصف ولم الشمل وإعلان كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتماعي عرضي وبماعي وسماعي العروبة في دماعي، وافتخر عرض الاسم وافتخر عرض الاسم. هذا قائدنا الشهيم وصيتي لبعل والنجم محمد، انت ابن العراق ولك تاريخ وعليم. احنا كل مسؤول وطني يخدم هذا البلد ندعم على اسم الرئيس. هذا التجمهر الكبير اليوم حول شمال بغداد، اليوم هاي الناس اللي تشوفها مثقفيها بوجهائها بشيوخ جوامعها كل المسميات، اليوم اجى داعمة وساندة الى السيد الرئيس محمد الحلبوسي، اذ شهدت شواهد الاعمار في مناطق متفرقه من شمال بغداد، وشواهد الاعمار كذلك هي في الانبار والمحافظات الاخرى. نحن مساندين وداعمين الى السيد الرئيس، ولن نتخلى عن مشروعنا ومشروع السيد الرئيس، لانه هذا المشروع هو يصب في مصلحه المكون والعراق بالاجمع. كلها تهتم باسمك انت عامل الدستور صمت، والله ما فد يوم خنت العاهدك عهد سلم، عمرت بيدك مدن شانت القهوه وسجن، بدلت ذهب الحزن واصبحت ارض